السلام عليكم، معكم دكتورة راغية شاشو استشارية أطفال ورضع من مركز البنت الطبي. قوم عيادتنا في مركز البنت الطبي للأطفال بتقديم الخدمات التالية: فحص الأطفال منذ الولادة حتى عمر 16 سنة، مراقبة الطفل من ناحية التغذوية، متابعة الطفل من ناحية النمو مع إسقاط قياسات على مخططات النمو لكافة مراحل نمو الطفل، معالجة الأمراض التنفسية العلوية، الأمراض التنفسية السفلية، معالجة الأمراض المزمنة عند الأطفال مثل الرعب والتهاب القصبات المزمنة، معالجة الستريس البولي، معالجة الإمساك، أسباب فقد الدم عند الأطفال. نتمنى لأطفالكم دوام الصحة والعافية. مركز البنت الطبي. شكراً.